على نيه رعيه محافظه المفرق للاتين وفضائيه نورسات، اقيم في كنيسه القديس يوسف العامل للاتين في مدينه المفرق قداس الهي دعا خلاله المؤمنون ان تبقى نورسات مناره ونورا مضيئا في كل بيت. الى التفاصيل. ضمن سلسلة لقاءاتها ونشاطاتها الإعلامية والإنسانية التي يقوم بها مكتب فضائية نورسات الأردن لنشر كلمة المسيح الحية بين أبناء الرعاية في الأردن، التقت الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن الفعاليات الرعوية التابعة لكنيسة القديس يوسف العامل للاتين في محافظة المفرق شمال شرق الأردن، كما شارك في اللقاء كاهن الرعية الأب طارق حجازين والشماس الإنجيلي حازم النمري. وتحدثت الدكتورة السمعان لأبناء الشبيبة عن الإعلام المسيحي وحاجتنا إليه، وبالأخص عن رسالة نورسات والمهام التي تقوم بها. بالنسبة لنورسات، هلا نحن مكتبنا في الأردن، طبعا نحن مكتب الأول خارج بيروت، هلا المكتب الأم هو في بيروت. نحن المكتب اللي بعمان منقوم بتغطية كل أخبار الكنيسة، أدديس، نشاطات كنسية، نشاطات شباب، كشاف مثلا، شبيبات بكل أنواعها من البراعم للشبيبات العاملة. كما قدمت لكاهن الرعية فكرة إنشاء لجنة إعلامية في محافظة المفرق ليكونوا مراسلين بالخبر والصورة. من جهة ثانية شاركت الشبيبة بطرح ما يقدمونه في خدمة الكنيسة من اجتماعات أسبوعية ونشاطات وأعمال محبة خيرية. وعقب اللقاء ترأس الأب طارق حجازين القداس الإلهي الذي رفع على نية رعية المفرق للاتين وعلى نية فضائية نورسات التي دعا لها بأن تبقى منارة ونورا مضيئا في كل بيت. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض سلام، سبحوا الرب العالي، هللويا هللويا. وفي عظة القداس شكر قدسه جهود الفضائية التي تهدف دائما لنشر الخلاص بما تقدمه من صلوات وترانيم وبرامج منوعة تثقيفية ودينية واجتماعية وإنسانية، فهي بمثابة إنجيل مرئي ومسموع لكل العالم المسيحي، معربا عن فرحه بزيارة نورسات إلى المفرق. واسمحوا لي أيضا أن أشكرهم جميعا على قدومهم اليوم لمشاركتنا ومشاركة رعيتنا بهذه الذبيحة الإلهية المقدسة لكي نصلي من أجل بعضنا البعض. نشكرهم أيضاً على كل الجهود التي يقدموها للعالم أجمع وبالأخص بالأردن. هذه الجهود في هذه الفضائية الرائعة التي هدفها أن تصل البشرى، بشرى الخلاص لقلب كل واحد فينا وبحاجة إليها. لنصلي معا إخوتي من أجل هذه الفضائية نورسات لكي تكون حقا نورا لكل فرد، لكل عائلة، لكل بيت، ولكي تكون مرشدا لكل إنسان تائه في عالم الظلام. وفي ختام القداس التأم الجميع في قاعة القديس بيو التابعة للكنيسة في أجواء من المحبة. عدسة نورسات التقت بممثلي الفعاليات ليحدثون عن أبرز ما يقدمونه من خدمات للكنيسة. يوم الأحد فيه بتجتمع العائلات والأسر المسيحية المنتشرة في الرعية كعائلة وأسرة كبيرة داخل أسوار الكنيسة ضمن قداس الأحد، تأتي لتشكر الله وتسبح الله في هذا اليوم المبارك. احنا كرهبات هو أهم شيء عندنا هو المثال، أن نكون فعلا مثال صالح في الرعية حتى يقتدوا بمثالنا. أهل أخويتنا قائمة على أعمال الخير
على التبرعات لبعض العائلات المحتاجة. بنقوم بزيارات للمسنين لبيوت العجزة في مختلف المحافظات، بنحضر مؤتمرات. عددنا في أخويتنا في المفرق ما يقارب 15 سيدة من أعمار مختلفة، من صغار وكبار. هلأ إحنا كشبيبة نعمل هون لمجد الله، سواء كان كمسؤولين أو كأعضاء نحب ننمي كنيستنا ونشتغل عليها، تمام؟ أكيد دعمكم يعني وجودكم معنا. أول شيء بشكر حضوركم أنتوا، شيء شرفتونا بهذه الرعية العريقة في المفرق. أنا ربيت الصحية في مدرسة اللاتين في المفرق. هاي الكنيسة عمرها ناهز 80 سنة، قدمت خدمات جليلة لكل أبناء الطائفة، مش بس طائفة اللاتين، الصحيح كانت مفتوحة لجميع الطوائف، كان لها فضل كبير في نقل وديعة الإيمان للجميع. نورشات لها فضل علينا كبير كبير كبير، أنا من المتابعين بصراحة، من المتابعين لها بشكل يومي. فضلها كبير على المفرق اليوم، قدمت خدمات أنا بعتبرها جليلة بكنيسة اللاتين هون، وإن شاء الله يا ربي ترجع ونشوفه بأكثر من موقع بكنائسنا. وأنا بشرف إني اليوم مع نورشات، اللي هي أنا بفتخر بنورشات وبتمنى تكونوا متواجدين باستمرار بالمفرق.